أهلا بكم في جيبوتي، محطتنا اليوم ضمن برنامج رمضان حول العالم، حيث المزيج الساحر بين الثقافة العربية والأفريقية. اربطوا الأحزمة ولنبدأ. جيبوتي دولة عربية بالمناسبة، لمن لا يعرف هذه المعلومة؟ فيها أعراق كثيرة، ولكن الجميع متفقون على استقبال شهر رمضان بالتهليل والتكبير. هذا التنوع العرقي أثرى العادات والتقاليد لهذا البلد الذي يقع على البحر الأحمر. التقليد الأبرز في جيبوتي خلال شهر رمضان هو الإفطار مع العائلة والأصدقاء وحتى الجيران، فقلما تجد جيبوتيا يفطر وحيدا. في كل حارة ستجد أبناء الحي الواحد يتعاونون على تجهيز طعام الإفطار ليجلس الجميع على مائدة واحدة. يفضل الكثير من سكان جيبوتي الإفطار على التمر والماء، ثم الذهاب لأداء صلاة المغرب، وعندما يعودون يجدون مائدة عامرة بأشهى المأكولات التي يشتهر بها المطبخ الجيبوتي. السمبوسة تقدم أولاً على مائدة الإفطار، ثم تأتي الوجبة الرئيسية والتي قد تكون اللحوح أو الهريس أو الثريد مع لحم الغنم. السمك يغيب عن موائدهم، فسكان جيبوتي يعتقدون بأن تناول السمك يسبب لهم العطش طوال نهار الصيام، ولكن هذا الطبق أي السمك يحضر بقوة في أول أيام العيد. بعد صلاة التراويح تقام مائدة أخرى تحضر فيها وجبة تتكون من الأرز والشعيرية والمكرونة إضافة لشوربة المرق. يشرب سكان جيبوتي بعد الإفطار العصائر مع المعجنات، وتدور كؤوس الشاي والقهوة. يحلي الجيبوتيون بنوع متميز عندهم يسمى مخبزة، حيث يفتتون الخبز ويضيفون إليه الموز والعسل ويخلط هذا المزيج، وبالهناء والشفاء. كما لا يستغني الناس عما يعرف بحلوى اللوز وحلوى أخرى تشبه الجيلي. يحرص سكان جيبوتي على أخذ أولادهم معهم إلى المسجد، خاصة وقتي صلاة الفجر وأيضا التراويح، لتنشئتهم على حب الصلاة ولتعليمهم قراءة القرآن الكريم ضمن حلقات الذكر التي تعقد في هذه المساجد، والقيام بالعبادات التي فرضها الله عز وجل. كما كل البلاد الإسلامية التي تحدثنا عنها، يتم في جيبوتي توزيع وجبات الطعام المجانية والمساعدات الخيرية على الأسر المعوزة، وذلك طيلة شهر رمضان. وتقع مسؤولية هذا العمل على عاتق شيوخ القبائل، فهم من يجمعون الصدقات والتبرعات من التجار والميسورين لتوزيعها على مستحقيها في الحارات الفقيرة. انتهت حلقتنا في رمضان جيبوتي، تابعوني في الحلقة القادمة، وبلد جديد وعادات وتقاليد رمضانية جديدة. تقبل الله طاعتكم، إلى اللقاء.